صاحبت نتيجة مباراة الذهاب لمنتخبنا الوطني أمام نظيره المصري ومباراة الإياب الثانية الحاسمة والمرتقبة أصداء وردود أفعال كبيرة، حيث تمت وسائل الإعلام المصرية والعربية والمهتمة بكرة القدم الإفريقية بمباراتي الذهاب الأولى ببرج العرب بالإسكندرية والثانية ببنغازي بملعب شهداء بنينة. وأكدت أن نتيجة المباراة الأولى التي أسفرت عن فوز المنتخب المصري بهدف دون رد زادت من أهمية وقيمة مباراة العودة التي ستكشف عن هوية الفريق الذي سينفرد بصدارة المجموعة السادسة والتي ستكون بوابة العبور نحو بطاقة التأهل الوحيدة. خرجت الصحف والمواقع المصرية بعناوين مثيرة تهلل بالفوز الصعب الذي حققه المنتخب المصري الذي جاء عن طريق محترفه مرموج ونجاح المدرب البرتغالي كيروش في أول اختبار له لقيادة المنتخب المصري إلى الصدارة المؤقتة للمجموعة. الصحف أكدت على صعوبة المهمة في مباراة الحسم ببنغازي، وأشادت وسائل الإعلام المصرية بمستوى أداء وانضباط المنتخب الليبي بقيادة مدربه الإسباني خافير كليمنتي، حيث أشارت إلى أن المنتخب الليبي لم يتصدر المجموعة من فراغ بل جاء نتيجة لجاهزية وقدرات لاعبيه وخبرة إدارته الفنية، وأن من سيحصد نقاط مباراة ملعب بنغازي سيكون الأقرب للترشح عن هذه المجموعة ويدخل في سباق المرحلة الأخيرة المثير نحو بلوغ نهائيات كأس العالم لكرة القدم.